معانا ومعاكم من اخر دخول ليا ان شاء الله بالعربيه الجامعه، اخر ايام الشقاوه. انا برجع كده صح عزيز ولا ايه؟ الواحد مش مركز خالص. بص في المرايه يا ابني. اعدل المرايه اللي عندك، ما انا برضو بقول انا مش شايف نفسي ليه. عسل والله عزيز. وجايبين الفطار من عند ابو مازن السوري. ابو ايه هو الاكل المضمونه؟ طبعا رايحين لخليل طبعا، يعني تعبوا جدا يعني في المشروع، يعني بصراحه رب المشروع عليكم على خير. عزيز تحب تقول ايه عزيز؟ احب اقول ان احنا اتمرمطنا. انت بعت المصورك انت بتقول بقى ولا نسيت؟ لا قول يا عم. يعني بصراحه رب المشروع ده يكمل على خير، لان احنا اتفشخنا في تبع رضا ماشي. وان شاء الله انا متفائل النهارده بعد ما رضا يعني بصراحه بذل جهد جامد. رضا بذل جهد جامد جدا في الاربع ايام اللي فاتوا عشان خاطر نقدر نعمل الماكيت يا جماعه. عملنا الصعب وكان فاضل السهل عشان ما احناش عارفين كده حاجه. طب عجبوك؟ لا لحد فوق بيفتكرنا انا بقلق يا ابني. عندي ما هم دول اللي مسكوني هنا. بطت البت الملازيه يا لهوي. اجري يا رضا اجري يا ماجدي. شدينا متابعنا في كل مكان. انا اللي اصورك بقى. لا هات انا اصورك وانا اتكلم. لا طب قول وانا احرك بقي. لا قول مساء الفل للناس الكل، هنا اجلس بجوار رضا السوكا في هذه السيارة الكبيرة. يحدثكم رضا السوكا من داخل هذه السيارة على وعد بانه هذه ستكون اخر مرة يسير فيها في هذه الطرق، هذه الطرق الجميلة التي يفتقدها على الطريق العام، على الطريق السريع وايضا داخل البلدة. هذه كلية هندسة كما ترون مشاهدينا متابعينا. والان نركن السيارة بجوار البوابة الرئيسية. هذا هو افراد الامن المركزي. اشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.